بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. قدس ابونا موسى احب اقول في ثلاث نقط مختصرين جدا ان هو اب محب، اب حنون، اب معلم واستاذ. اول معرفتنا بقدس ابونا موسى الحبيب انه كان في اوائل الثمانينات 1983 بالتحديد، وكان هو اب اعترفنا، وكنا بنصلي معاه طبعا في المروسية الكنيسة القديمة قبل ما تتجدد وقبل ما يحصل كل ده. أهم موقف من المواقف العظيمة جدا أنه أبونا كان يعني بيشجعنا في كل حاجة في كل خدمة، وإحنا كنا ساكنين في السنترال كوست أياميها، وكنا بنسافر من السنترال كوست لحد سيدني عشان نحضر قداس كل يوم حد، وكان مشوار صعب علينا. وبعدين اقترح علينا أن احنا نبيت عنده هنا في الكنيسة، ما كانش في أماكن تانية نبيت، وإحنا كنا ستة، كنت أنا ومراتي وابني وأخت مراتي وحماية وحماتي، كانت عربية فورد كنبتين وستة سيت بيلز، كنا الستة بنبقى مالين العربية. كنا نيجي نبيت في الكنيسة يوم السبت نحضر العشية ودرس الكتاب، ونبيت في الكنيسة ونصبح تاني يوم نقضي القداس ونقضي اليوم ونرجع تاني بلدنا السنترال كوست. شوية بشوية كنا مرة بيتنا في الكنيسة ومرة بيتنا في المكتبة، كنا بنجيب الفرشة بتاعتنا والمخدات وكده. ومرة بعد كده خدت الكنيسة بيت وابتدى يبقى لنا أوضة، هي بيخلينا أوضة. تشجيع قدس أبونا موسى كان تشجيع فظيع فظيع لينا يعني. وابتدينا نيجي يوم الجمعة بقى ونقضي الويك إند في البيت، وإحنا برضه نفس الستة بنحضر خدمات الكنيسة والعشية والصلاة ونرجع تاني. دي من ناحية يعني أهم حاجة أو حاجة من ضمن الحاجات الكبيرة جدا اللي يعني نعترف بيها. كمان كنا بنروح نصيف كل سنة في الجولد كوست، ومعمل حسابي إنه في الأجازة يبقى في يوم حد نروح نصلي معاه في كنيسة القديس العذراء مريم قديس يوسف. وبعدين كان لا يمكن يسيبنا غير لما ياخدنا عندنا البيت كلنا ويأكلنا ويهيئنا ويظبطنا وبعد كده نمشي، ومش ممكن أبدا أبدا يسيبنا ويتركنا. أول مرة في حياتي أخش مدرسة الأحد كان بتشجيع من قدس أبونا موسى، وكان أياميها روجيه اللي هو أبونا يوحنا جاد أياميها هو كان خادم الفصل. وقبل ما أخش مجدي قلت له خير يا قدس أبونا، قال ما تتكلمش ولا كلمة، تقعد تحضر الدرس من أول خير ما تقولش ولا حاضر يا أبونا. لكن بفضل صلوات قدس أبونا وبفضل صلوات الكنيسة والعذراء وتشجيع قدس أبونا مرة اتنقلت نقلة كبيرة جدا جدا من أول مرة أحضر فصل مدارس الأحد لحد لما في يوم من الأيام بنعمة ربنا وصلوات قدس بقيت أمين خدمة مدارس الأحد في كنيسة ماري جيرجس كنزلتون. أخيرا أنا أهنئ قدس أبونا موسى تهنئة خاصة باسم العائلة كلها بعيد رسامته الخمسين وخدمته الخمسين سنة، وربنا يطول في عمره وينفعنا بصلواته، ونطلب كده دايما انه يصلي لنا ويذكرنا معاه بصلواته. انا فاكر دايما كان يقول ايه، اطلب ان احنا اسمنا يبقى على الليستة الصغيرة مش الليستة الكبيرة. قدس أبونا انا بطلب من قدسك تخلي مجدي ومراندا وستيوت والعائلة كلها على الليستة الصغيرة قدس أبونا زي ما علمتنا. كتر خيرك واذكرنا في صلواتك، ولله كل حمد وشكر من الان والابد الابدين امين.